بالنسبة لقطاع السير البحري بجهة العيون الساقية الحمراء، هو يعد يعني المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، نظرا لما تزخر به الجهة من مؤهلات بحرية جد هامة جعلت من هذا القطاع أنه يصبح يعني المشغل الأول على صعيد الجهة من حيث خلق فرص للشغل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. هذه المكانة التي أصبح يتبواها قطاع الصيد البحري بجهة العيون الساقية الحمراء يعني لم تأتي بمحض الصدفة، ولكن بفضل المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة فيما يخص إنشاء البنية التحتية الهامة من أجل تثمين هذه المنتجات البحرية، خاصة موانئ الصيد بالجهة، وكذلك بناء أسواق للسمك من الجيل الجديد، زيد على ذلك إنشاء قرى للصيادين. بالنسبة لجهة العيون كان هناك ارتفاع ب10% فيما يخص رقم المعاملات، بحيث أن هذه المداخل ساعدت إلى حد كبير في برمجة عدة مشاريع بالنسبة لمدينة المرسى من أجل تحسين يعني ظروف عيش الساكنة المحلية.